يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الأذكار ورد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في بعض الروايات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيهما أصح عند الذكر؟ كله صحيح إن شاء الله، كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقول أيهما أفضل، لكن قل أيهما أفضل. ما كان أكثر فهو أفضل، ما كان أكثر كلمات وثناء على الله فهو أفضل. نعم.